يسعد اوقاتكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا فيكم معنا في هذا التقرير. تزامنا على التعديل الوزاري اللي طرأ حكومه الدكتور هاني الموقي، نزلنا اليوم على الشارع ونسال المواطنين سؤال صريح: اذا اجاك تليفون وحكى لك زوجتك صارت وزيره، توافق ولا ترفض؟ خليكم معنا في سياق هذا التقرير حتى نعرف احنا وياكم اراء المواطن. متزوج انت صح؟ متزوج. لو اجاك تليفون وحكوا لك مرتك صارت وزيره، توافق ولا ترفض؟ لا برفض يا زلمه. ليش؟ شو ليش؟ أسباب كثيرة. ليش أوافق؟ ليش أوافق؟ توافق يمكن في امتيازات، في سيارات، في مصاري، في وضع مصاري. طب ليش ترفض طيب؟ أعطيني سبب. هيك برفض. سبب رئيسي. سبب رئيسي؟ هيك بدي إياها تكون بالحكومة يا سيدي. أجاك تليفون ومرتك صارت وزيرة، توافق ولا لا؟ عايش مستحيل. ليش؟ ما بعتقد هيك شيء. طب نفترض إنه هي صارت. هي صعبة مستحيلات. بتوافق ولا ما بتوافق؟ لا. ليش ما بتوافق؟ هي ما هو شغلتها. ايه؟ ما هو شغلتها. مش شغلي؟ انا مش شغلتها. ايه؟ مش شغلتها ايه؟ اه. لا يمكن توافق بالمره؟ اكيد لا. شكرا لك. هلا حبيبي. يعطيك العافيه. لو جاك تليفون مع التعديل الوزاري الاخير وحكوا لك مرتك صارت وزيره، توافق ولا ترفض؟ صارت وزيره. برفض. ليش ترفض؟ لانه الوضع الراهن في البلد صعب ومرتي مش راح تقدر تغير شيء. يعني الوضع بده ناس يعني سياسيين، بدها ناس يكون عندهم علم اقتصادي كويس تقدر تتحكم، لانه انا المسؤوليه كبيره ويعني القرارات راح تصير لازم تكون يعني على مستوى كبير، فانا احكم او انا مرتي تحكم على الامور هاي كلها صعب. طيب دور المراه كمان في البيت يعني عندها حامله مسؤوليه كبيره من اولاد لزوج لامور واولويات كثيره، يعني معقول ما تقدر تشيل وزارة؟ هسه في البيت بيختلف الأمر لأنه في عائلة مكون من عدد الأفراد معين، لكن أنت بتحكي عن بلد فيها 6 مليون نسمة. ولا حتى مشاركة؟ ممكن تشارك برأي، ممكن تشارك بطموح، ممكن يكون عنده فكرة، أما إن كانت أن تحكم بلد يعني ترفض؟ برفض. شكرا. لو جاك تليفون وحكوا لك زوجتك صارت وزيرة مع التعديل الوزاري الأخير تبع الدكتور هاني الملقي، توافق ولا ترفض؟ أكيد طبعا بوافق. ليش بتوافق؟ اول شغله احنا مش بنساوي بين المراه والرجل، ولكن لو بدنا نرجع للاسلام على المراه لا تولى، لو نيجي للشرع لا تولى، بس ليش بدي ارفض؟ صح ولا لا؟ بس لو لفت وجهها غاد توافق ولا ترفض؟ بوافق على الجهتين. توافق على الجهتين. بوافق. شكرا. يعطيك حياك الله حبيبي. شكرا. بما اني انا يعني قلبي على البلد لازم اكون كمواطن صالح، اذا زوجتي بتستحق خلينا نحكي جد يعني بايد القرار، اذا ما بتستحق طبعا راح ارفض. طب هي هي واقفه، هي واقفه، مش حلو ننام برا البيت. تستحق ولا ما تستحق؟ حاليا زوجتي ما بتقدر تكون وزيره، الدوله هسه بحاجه لخبرات ولا لا يعني لكفاءات اعلى من زوجتي اللي انا شايفه. يعني شو مكانه الوزاره؟ شو مكانه المنصب؟ ما في شخص هسه هذا الموضوع، الوزاره يعني بتتحكم في مستقبل البلد، رئاسة الوزراء، يعني احنا مرحلة محورية خلينا نحكي، يعني اشي حساس، فالشخص اللي بده يكون في الوزارة لو انا بدي اكون وزير، إذا ما بستحق المنصب لازم أرفض، هذا طبعاً واجب وفرض، مش شيء امتياز مني أنا بدي أحكي لك أو شعارات، لازم كل مواطن أردني يمشي على القاعدة هاي. تمام، أنت تشوف إنه هي يعني بكير عليها شوي، طب خلينا نشوفها، تشوف لو زوجك وزير توافقي ولا ما توافقي؟ أه بوافق. كفؤ للمنصب؟ كفؤ. أها. أكيد؟ ولا خوف؟ لا انا بعرفه وعارفه شو هو كفى. الله يخليكم لبعض. شكرا، يعطيك العافيه، والله انك رائع. الله يسلمك. والله انك رائع. لو جاك تليفون حاليا مع التعديل الاخير لحكومه الدكتور هاني الملقي، تمام، وحكوا لك زوجتك صارت وزيره، شو رده فعلك؟ توافق ولا ترفض؟ برفض. ليش؟ لانه للاسف احنا يعني بشكل عام عندنا هون نحكي انه تصير زوجتي وزيره، لانه في سياسه مكتوبه ومرسومه، فهي بدها تمشي بهذا المنهج مش بالعقل الموجود عندها، فبالتالي اكيد راح ارفض، لانه هي راح تضطر تعمل امور ضمن سياسه مكتوبه. هي رئاسه الوزراء، يعني لو غير وجوه الوزراء مش في قرارات اتخذت صح بتضر المواطن في نهايه المطاف؟ هل هي عندها قدره راح تغير هاي القرارات؟ ما في رئيس وزراء. زوجتك زوجتك ما بتغير بالقرارات طول ما هو موجود رئيس وزراء هاني الملقي؟ لا ما راح يتغير. بتغير بقرارات البيت؟ طيب بالبيت؟ اه بتغير طبعا، بيطلع لها اللي بتغير قرارات البيت اكيد بتغير قرارات الوزاره. لا لانه في بالمقابل في عندها وزير بالبيت موجود قابل للتغيير. معاليك؟ ما فيش عنده سياسات مرسومه وانما في عمليه تفاهم. انت معاليك ولا دولتك؟ حدد. رئيس وزراء؟ ولا هيك. ايوه. شكرا لك. الله يسعدك. شو اخبارك؟ حبيبي الحمد لله. لو اجاك تليفون مع التعديل الوزاري الاخير لحكومه الدكتور هاني الملقي،
حكولك زوجتك صارت وزيرة، توافق ولا ترفض؟ لا برفض. ليش ترفض؟ شو يا معلم، هي بالبيت مو خلصنا كمان تصير وزيرة على العالم. شكرا. ما عليك، شكرا. زي ما سمعتوا زي ما تابعتوا في التقرير، هاي هي كانت معظم ردة فعل الشارع الأردني في حال أجا تليفون وحكوله زوجتك وزيرة.